هذا سي ابو عصريه احمد كيسكن في التعاونيه المحمديه رقم القطعه 19 المحمديه. وهاد الناس جاو كيديروا جا بدر ومحمد كيشريو الزيتون، بعت لهم الزيتون بخمسة المليون غلة الغلة، وهودنا الطريق الطريق باش نلقيو الكونترا سيدي ابراهيم. وقرا قال لي جود لي ولا نجود لك؟ قلت له انا امي ما قاريش يا سيدي جود لي. الساعة فاش جود لي ذاك القرآن يكون قال لي جلا بالك اعطيته له. وصلنا لفاس سبنا الفلوس سبنا 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 ولدي ونص. سبنا ولدي حمزه وهاد مشينا كاملين في الطوموبيل تعمل الفلوس حسبوا الفلوس وانا ما حاضرش هاي هو في الطوموبيل خلينا انا ما حاضرش هاي حسبوا جو عندي قال لك راه فلوسكم محسوبه ناضيه 5% محسوبه لكن دوزت البنكه لقاوها في الطوموبيل القوا في الطوموبيل قال لك اسيدي دخلوا لقيوا الكونترا. قلت له سيدي مرحبا دخلنا لسيدي ابراهيم موداكيزاسيون انا وياه. وصلنا قال لي اعطيني لاكارت عطيته لاكارت عطيته لاكارت هذا المسمى شاري مسمى عبد الله هو كان كيدعي بلي كنا كنعرفوه ب كيقول بدر ولكن دابا سميتو عبد الله. انا نبينو له الوراق نبينو له كل شيء. سميتو عبد الله يا قاسي قال لي خرج عندي قال لي على دبور سبعاهم باش يسبقونا. قلت له مزيان على الغله طبعا دورنا دخلنا عندهم قال لك اسيدي راسنينا هذاك مول قطاع مول مودرنيزاسيون. قلت له شوف السي محمد انا اللي كاين بها الغله ما يلقى شي حاجه. بقى كيضحك قال لي عمي حاج ما تخافش. قلت له يلاه اسي بقى كيقبض لي يدي صباعي وسني لي ما عرفتش شحال سنه السنياتورات. انا دخلت مره وحده عاقل دخلت مره وحده ولا دخلت شي خساره اخرى ما عقلتش. كان معنا كان عمو خلينا في الطوموبيل ودخلنا للمقاطعة. قال لي انا دورت معاهم باش يسبقونا. قلت له سيدي مزيان دورت معاهم مزيان. المهم دا لاكارت شويه قال لك يلا ندخلوا. دخلت معاهم هذاك مول الكاليزاسيون كيخبط لي يدي ويسني لي في الاوراق. انا ما عرفتش ما قاريش هاي وما عرفتش فاش كيسني لي. الساعة فاش فضينا السنياتور خرجنا قال لي الفلوس. قلت له لا طلعني للبنك صفروا عاد قبضت الفلوس انا ما عاد انت ومن كنتي ديك الساعة فاش طلعتوا صفروا غير انا وياه مازال ما دوزتش غير انا وياه طلعني صفروا. وصلنا لقدام البنك قلت له وقف هنا البنك ياك اسيدي الساعة عطاني الفلوس قال لي شوف غيتفهم وتجيب لي الروسي. قلت له واخا دخلت لك الفلوس دفعتها وجبت الروسي قال لي عطيني الروسي. قلت له لا هذا ما كاين 19 قال لي عطيني نقوزو غير في البورتابل. قلت له لا تما السيد هذا عرفو نصاب وسيدنا الله ينصرو قالنا مغرب الاخضر اللهم هذا منكر وعربيات. وفي التالي شنو عرفتي شنو قال لك هذا عرفت نصاب مني ما نويتيش البلاد مشيت بحالي الصعب بقى كيتلقى الاخبار قال ابو عصريه باع البلاد يا قاتل. كان مشيت للبنكة مشيت للمحافظه كنطلب شهاده ملكيه قلت شهاده ملكيه مخوضه كنطلع لها عند المهندس باش نفرق هاد البلاد ديالي نبيعها بالقطعات. هذيك الكاتبه ديال المهندس قالت لي يا سيدي هاد الشهاده دار المحافظه راه فيها شي حاجه ما قاريش. قلت له واخا هادي تاع المحافظه. قلت له شوف الشهاده اش فيها اسيدي. قال لي يا سيدي البلاد تباعت ما بقاش ديالك. باتوا لي البلاد وانا ما حاضرش. شحال المده هذه ملي طلعت للمحافظه؟
شحال شحال تقريبا هذه اللي طلعتي المحافظه تجيب لك الورقه؟ ما كان المحافظه 4 ولا 5 ديال الكتاب. على ما جا عندك ولد عمي عمر علمك عاد طلعتو؟ ما جا عندي حتى واحد. لا جوج في الشهر فوقاش طلعتي للمحافظه عاد عرفتي في الخبار؟ شوف اسيدي ما جا عندي حتى واحد، طلعت راسي انا وهذا الولد المحافظه انا وهذا الولد. جبنا الشهاده قال لك الارض تباعت، قال لك الارض تباعت، الارض ديالك راه تباعت، ما خليش الارض. قلت له سير، قلت له غنشوف المهندس، نشوف المحافظ. دخلوا عند المحافظ قالوا له واحد السيد بغى يشوفك. خرج المحافظ قال لي مالك اسيدي؟ قلت له علاش تقلب لي البلاد ديالي على واحد اخر وانا ما حضرتش هاد؟ قال لي جاب لي هذه الورقه وقلبت عليه. قلت له الورقه مزوره وتقلب البلاد ديالي عليه، اللهم هذا منكر. قال لي اللي بغيت يمشي سير سيرو، سير مع المحامي ولا سير اللي بغيت يمشي سير. انا قلبت، عندي القانون نقلب. تنوريو هاد التفاصيل. وهالناس اللي شراو مشاو للموالين الدوم، قلبوا الضوء المكانه باسمي هتام، ومشاو للموالين الماء قبلوا المكانه الماء باسمي هتام بلا ما نحضر بلا هذي بلا هذيك. حتى واحد ما قال لي انا غادي نقلب هالمكانه، لا مدير ديال الماء ولا مدير ديال الضوء، اللهم هذا منكر. يعني هادشي الدراري بيناتهم بيناتهم هما ما حاضرينش؟ كاع ما حاضر، ما حاضرش. يعني حتى تصدمتوا هذه جوج سيمانات ملي قلتيو؟ نعم. ما حاضر، ما حاضرش. دابا وقع الحكم عليا غيابي بلا ما نحضر، بدون انذار. حكموا عليا بالافراغ، جا الانذار عطاه صاحبه محمد وانا ما عطانيش استدعاء. المحكمة حكمت بالغياب عليا، حكموا عليا بالافراغ، اللهم هذا منكر. هذا الشيء كاين في المغرب، ما كاينش في الدول العالم بأسره. هادشي اللي كاين في المغرب، ما كاين الدول العالم بأسره. هذا المنكر اللي وقع في المغرب، اللهم هذا منكر. ارض تيتري وعافية على سيدنا، ارض شريفة تشرفنا بها. الوراق كله، كل شيء عندكم انتوما، اوراقكم عندكم. نعم اسيدي. السليم ديالك، التيتر، كل شيء عندك، الكناش الزرق، كل شيء عنده في داره، ما عمرو خرجوا من الدار، حيت ما عمرو ما باع، ما عمرو ما تلاقى مع شي واحد. التيتر ديالي عندي، التيتر بقي عندي، ولكن التيتر اللي عندي هما باش زوروه. حيت هو انا باش محافظ يعطي ورقه مزوره ويقلب البلاد على واحد اخر، اللهم هذا منكر. شحال تقريبا المسافه كاينه في هذا الارض؟ سعود القطارات و 370 سنتيمتر تقريبا، شي 9 القطارات ونص. لا 9 القطارات و 3 الخدامه. دابا با الحاج تقريبا 9 القطارات ونص. با الحاج نعم. دابا شنو تقدر تقول للمسؤولين ديالنا هذا المشروع؟ باش تبغي تطالبهم، باش كطالب؟ ياخذوا له حقي صاحب الجلاله. كانت هاد الحكام وهاد الرؤساء كنشكرهم بزاف، ولكن إلا قالوا الحق هذا راه منكر. ساكتوا عن الحق شيطان اخرس. هذا راه منكر اسيدي، هذا راه منكر اللي وقع عليا، اللهم هذا منكر. باش كطالب؟ باش كطالب؟ المطالب ديالك كنطالب محلي نبقى فيه. الانصاف، الانصاف، الانصاف. البلاد ديالي نبقى فيها. ديالك انا ما بلا شاي وما سانيش على البلاد، ساني على الغله ديال الزيتون، اللهم هذا منكر. يعني وكنشكر السيد وكيل العام، مشيت لعندو كنشكرو. قال لي يا سيدي 18 اللي مقبوطه من مقاضي فصفروم وجود العدول اللي راهم مقبوطين ياك اسيدي. قال لي عمل شكايه لوكيل الملك وشكايه رئيس المحكمه اللي قال لي وكيل العام، السيد وكيل العام. عملت شكايه لوكيل الملك وشكايه وشكايه لرئيس المحكمه، قلت فيها علاش تحكموا عليا حكم غيابي، اللهم هذا منكر. وكيل سيدنا قال لي انا خارج، وكيل العام هو اللي مسؤول، انا خارج. واخا الحاج انا خارج راسو، وكيل الملك خرج راسو، قال لك انا وكيل العام كافي عليا. سعادة رئيس المحكمة قال الحق، قال لك يا سيدي
انا غادي يجيب لنا الطلب غادي يجيب لنا الطلب ديال المهله يا قاسي وغادي يجيب لنا غادي السناف غادي السنف دابا طلبنا جبنا طلب المهله عطانا شهر المهله الله يجازيه بخير وشينا استنفنا الملف ديالنا وكان وانا كنتسنى الحكم الحكم الثاني في, في, في الحكم الثاني في, في, في الحكم الثاني في السناف اولدي كنتسنى الحكم السناف اللي تحكم السياجالي وانا ما حاضر شيء اني كنقدر كنقول هاد الناس هاد الرؤساء اللي غادي يحكموا يشوفوا بعين الاصيبار اش راه ظلم وزور لو هذا ممكن.